في بتحس أو عندك شيء توقع على شخصية ما لبنانية بغيب الموت أو أكثر من بطل شخصية موجود بغيب الموت بال 23؟ فدنا نقشع شخصيات سياسية تعذر على الطريق من قبل مجموعات. كيف يعني؟ يعني بيلطولن لشخصية سياسية وبيقتلو؟ ما بيقتلو، يعذر. شو يعني؟ يعني بسمعوه شتائم وكلام كبير وبفلتو؟ ما لحقوا اللي معه بفلتو، مش العالم بتفلت. هي دايما بتطلع براس العالم. يعني في ناس رح يبطلوا موجودين معنا ب 23. ومش كلهم كبار بالعمر ومن وراء حوادث مش صحية. الصحة ما رح تاخد حدا صغير. في أمور على الأرض قد تحدث، في محاولات اغتيال شخصيات بلبنان؟ نعم. صرنا زمان ما شفنا هيك شيء. ما هو تنوصل لاتفاق داخلي بده يكون في خطة مقابلة، هيك تعودنا وهيك هو هيك مش البلد وهيك رح يصير. طيب خطة بيئية، هل شايف بيئيا منخيا في هزة أو زلزال نتأثر فيها نحن من بحر الأردن، بحر الميت، إلى فلسطين المحتلة، سوريا، لبنان، تمد إلى القوس الأوبرسي بيضرب على تركيا، العراق. هذا الخط يعني اللي بيحكوا عنه صار لهم زمان وناطرينه كل سنة، بيقولوا أصحاب التوقعات بأقل من 12 شهر بيصير هيدا الموضوع. هذا الموضوع بده يؤثر على بعض المناطق الساحلية في مصر وبعض المناطق الساحلية في لبنان وسوريا. وزلزال قوي بيكون؟ منه هين. بيأثر علينا، شو بدمر بيوت لا مش هالدمار القاسي، يعني البنايات المخلخلة. أتمنى أنه من هلأ يبلشوا ينتبهوا وين في بناية متصدعة على أثر الاعتداء البور، بلشوا من هلأ يزبطون قبل ما يقع المحظور. نعم. مناخيا نحن منحس عم نلاحظ أنه عم يتغير بلبنان. يعني نحن اليوم رأس السنة طقس بجنن، الناس كانت على البحر من يومين. خلنا نشوف بالسعودية وبالإمارات شو عم بيصير. ما في شيء اسمه تغيير مناخي. الكرة الأرضية بتغير موقعها، القطب الجنوبي بيصير شمالي، مشان هيك بعض من الماشية صاروا يبرموا السيركولان، تغير المغناطيس. هلا بعد بنوصل مرحلة بعصر جليدي، بعدين عصر عم تحكي تصحر. على صعيد كرة أرضية، كرة أرضية عم بحكي. بعدين تصحر، بعدين بترجع بتجلس حالة بحالة. هاي كلمة ألف سنة بتجي ما بدها توقع. أوكي، يعني نحن بلبنان طقسنا صيف شتى شتى صيف، ولا رح نضلنا ماشيين اعتدال لكل السنة؟ ما رح نشوف حر قوي وما رح نشوف ثلج قوي. عندك فصول صار فيه صيف شتى، بطل فيه فصول. طبعا الناس بيهمها نحكي قبل ما نكمل يعني كل التفاصيل عن صحتها. تعرف نحن قطعنا صرنا كم سنة بفيروس الكورونا، بال H1N1، يعني صحيا شو شايف؟ وهل خليني بلش معك من أول سؤال، هل الكورونا برأيك كانت مفتعلة؟ لعبة حلوة لعبوها، لعبة برأيك أوهموا العالم فيها، لعبوا على عقل العالم إنه هاي بتقتل وهي. طيب ما ماتوا ناس، في ناس بتموت بالقلب أكتر من اللي ماتوا بالكورونا. صحيح، بحوادث سير بتموت، بتموت بالجريب أكتر ما بتموت بكورونا. ليش ما كانوا عم بيحكوا عنهم؟ شو ما بدها كان هالقد؟ لا أبدا ما بدها هالقد، ودواها معروف والأمور كلها هينة وهي مفتعلة. أنت ما أخذت الفاكسان؟ أنا اضطريت أخذ 5 مش 3. يعني بنخلص من الكورونا، بنخلص من H1N1، خلص الكورونا، يعني بيصير فيروس مثله مثل غيره، جريب مثله مثل غيره. جريب هو جريب قاسي بيجي، والجسم هو اللي بحاربه، بيقدروا ياخذوا كلور بيتحاربوا منه. في عدة أمور من الطبيعة فينا ناخدها ما بتشكل خطر علينا. يعني بال 2023 رح نسمع بفيروس او في فيروس، وفي طعم بعد بدهم يفرضوه على العالم
حتى يجمعوا الالومنيوم اللي فوتوه بجسمنا، يجمعوه يعملوه مثل نانو صغير ويبلشوا شغل. فكرهم المليار الذهبي بده يمشي ولكن لن يبصر النور. ليه؟ ما بيبصر النور لانه ما بيشيل الروح غير اللي خلقها. مش هني بقروا كم واحد بده يعيش، بس يقولوا لي قديش مساحة الأرض المضبوطة. هو شو مخططهم وقتها بدهم يخلصوا من كمية بشر معينة؟ لأنه بده لا شو؟ لهلأ صار في عندهم تقريبا بين 700 أو 700 وشوي مليون بني آدم شبه روبوتك. فهني بدهم المليون الذهبي هيدا، واللي ما بيأكل ما بيشرب بس بيشتغل، ما قاله صوت ما قاله حس، ما بيطالب بشي، هيدا اللي طالب. ما عنده مشاعر. فمشان هيك هلأ عم بيطرحوا فكرة النانو اللي بالراس، اللي هي بتصلح الجسم، بتصلح الخلل الموجود بالجسم. هيدا توصل لعنا على لبنان بدها تتمشي برا أصلاً. لما هني بسوقوها ببلاش مثل الطعم، سوقوه ببلاش. كلها هاي الأمور كلها هيك بتمشي. لا أنا سؤالي كان محدد أنه ب 23 رح يكون في فيروس جديد. في فيروس جديد بس مش خطرين. لا 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 ما في بقى خطر، يعني مثل جريب مثل كله نفس الشيء نفس العوارض. حروب حول العالم في طبيعي، في عنا حرب ببحر الصين وحرب ببحر العرب ب 23. بحر العرب وين يعني؟ يعني إيران والخليج. بس هل ترى هل هو انتقام من العرب تقوم فيه الولايات المتحدة تتهز لهم العصا لما ظهروا من سلطتها؟ شو بتقول انت؟ هاي فسرنا لهم اياها من هلا. ولكن العراق يلعب دور مهم جدا لتسكين الامور وعوده المياه.